كوتش تاكيس، عايز اتكلم معاك عن مشوار الزمالك في الكونفدرالية الافريقية، شفته ازاي؟ Fantastic. يعني رحلة مشوار رائع، طالما وصلت للنهائي يبقى اكيد انت فريق ناجح. كلنا وانا كمان احنا نتمنى انه الزمالك يفوز باللقب ده، طبعا كويس جدا لمصر وكمان للزمالك. شايف مين اللعيبه اللي انت معجب بطريقه لعبهم مع نادي الزمالك الفتره الاخيره، سواء في مشوار الدوري او الكونفدراليه؟ From زمالك. من الزمالك. From زمالك. Players. Players. Best. في لعيبه كتير قوي حلوه. Always you try to find who is the best. No, يعني دايما بنحاول نشوف مين الافضل، لكن الفكره هي اهم حاجه هو اداء الفريق اجمالي بعد اللعيبه. فهذه الفتره من الزمالك في لعيبه كتير حلوه، فتوح، زيزو، ابراهيم انديه، دونجا، عبد الله السعيد، many good players. عديده فريق، يعني لعيبه كتيره، وعمر كمان.